نواصلوا مع الشأن الأمني، وين تمكنت الوحدات المختصة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة البارح من الكشف عن خلية إرهابية في القلعة الصغرى والإطاحة بعناصرها وفق ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية. وفق نفس المصدر فإن العملية الأمنية انطلقت بإيقاف أحد العناصر اللي اعترف بانضمامه المجموعة من نفس الجهة منذ 2013 وقاموا بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي، كما أقر بمشاهدة مقاطع فيديو تبين كيفية صنع المتفجرات وبنادق تقليدية الصنع، إضافة لممارستهم لتدريبات قتالية في غابة الزيتون وإن كانوا يجتمعوا لتخطيط كيفية استهداف عديد المنشآت بجهة سوسة. اعترافات اذنت على إثرها النيابة العمومية بمداهمة مقر سكنة أحد العناصر الخالية هذه واللي اعترف بدوره باتفاقه مع بقية العناصر على استهداف منشآت مدنية وأمنية في القلعة واغتيال خال أحد العناصر وهو عون حرس وطني، إضافة إلى صنع عبوة نصفة. وللإشارة فإنه تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين لمواصلة الأبحاث.